السلام عليكم. محاضرة أساسة في كورس تعلم مبادئ التعلم العميق. بعد ما تطرقنا للموبيلايزيشن، اليوم راح نتطرق إلى موضوع الأوبتمايزيشن، كيف نسوي أمثلية للتعلم العميق من خلال عدة مواضيع راح نحتاج نفهمها. أول شيء راح نفهم أنه الباش ساس كيف نختاره. هنا أنا عندنا إذا أخذنا كل الداتا في باتش واحد فإحنا سوينا باتش جريدينت ديسنت، وإذا أخذنا كل إنبوت في باتش فسوينا ستوتشاستيك جريدينت ديسنت. هذا إذا كانت عندنا ستوتشاستيك جريدينت ديسنت، أكو تطبيقات ما تمكن إجراها إذا ما كان الباتش بهذه الطريقة، واللي هو راح تشوفونه على شكل مختصر SGD، فمعناته هو ستوتشاستيك جريدينت ديسنت. إذا كانت الداتا كبيرة فهو من المفضل أنه ما نستخدم أنه الداتا كلها في باتش واحد، لأنه راح يعقد علينا عمليات الحساب. وإذا كانت الداتا صغيرة ممكن نعتمدها كباتش واحد، لكن بالعادة أنه نختار أرقام الباتش سايز ضمن هذه الأرقام. إذا نراقب إحنا اللوسز، إذا شفنا فيها تذبذب كلش عالي فنفضل أنه نصغر بقيم الباتش سايز. وإذا كان عندنا سموثينج بس عندنا سلونس بالليرنينج فنحاول نكبر بالباش سايز. راح نتطرق لمفهوم ثاني اللي هو اكسبوننشال ويتد افريج. على مود نفهم هذا المبدأ، لو ناخذ مثال انه عندنا درجات حرارة تتراوح من 0 ل 50 يوم، ودرجات كقيم تتراوح من 0 ل 3، ونفرض انه الارقام طلعت بهذا الشكل، نشوف اكو صعود وانه بعدنا نزول. فلو فرضنا انه اليوم الاول درجة حرارة 0 واليوم الثاني، شو راح نسوي؟ نقيس درجة الحرارة الحالية ونضربها في بوينت 1، وناخذ القيمة السابقة ونضربها في بوينت 9، وهكذا بالبي 2 والبي 3. بشكل عام البي تي راح تساوي بوينت 9 من البي تي ناقص 1، وبوينت 1 من التمبريتشر اكتشوال. وإذا بدنا نحولها بشكل أيضا صيغة عامة راح يصير بيتا 1 ناقص بيتا. إذا عندنا هايبر بارامتر جديد اللي هو بيتا. نشوف إنه هنا البي تي تكون متأثرة بالتي ناقص واحد، تي ناقص واحد متأثرة بالتي ناقص اثنين وهكذا، لكن كتأثير فعلي إحنا ما راح يكون تأثير كل الأيام. يعني مثلا تكون التي تساوي 50، مو 50 يوم كلهم يأثرون بيها بشكل يعني كبير وملموس. كيف نعرف عدد الأيام اللي تأثر على البي تي؟ ممكن من خلال حساب هذا التيرم واحد ناقص بيتا. نشوف انه اذا كانت البيتا بوينت 9 راح تعطينا 10، معناته 10 قيم سابقة تأثر علينا. واذا كانت بوينت 5 راح يكون 2، معناته فقط قيمتين راح تكون تأثر. زين، شنو تأثير؟ اذا خذينا قيم عالية من الايام السابقة راح يصير عندنا سموثنج كلش عالي، لكن نشوف اكو بعد بيننا وبين القيم الواقع هي اللي جات كيسه. وإذا بدينا نصغر فراح يصير عندنا تذبذب، لكن بدينا نتقرب. هذا يعني القرار يم الشخص اللي يقوم بالمشروع، هل إنه يريد يتقبل التذبذب مقابل إنه يحاكي الواقع، أو نقول أنا أهم شيء عندي هو السموثينج. زين، هذا شلون إحنا ندخلها الديب ليرنينج؟ لو فرضنا عندنا إنه الجي متأثرة بالبي والدبليو، وكانت القيم التذبذب بهذا الشكل. فإذا قدرنا نحصل سموثينج بحيث ما نذبذب راح نقدر نوصل للسوليوشن بيتر سوليوشن بشكل أسرع. معناته إحنا بحاجة لكبح جماح التذبذب. فأول طريقة هو استخدام المومنتوم اللي هو عزم القصور الذاتي كترجمة. كيف؟ عندنا الـ W هي تساوي الـ W السابق ناقص الـ Alpha دي W، والتغير اللي يصير هو بالـ دي W، فنبدله بمن؟ في هذا البي دي دبليو. زين، هذا كيف نحسبه؟ نحسبه من خلال هذه المعادلة. نشوف انه البي دي دبليو متأثر بالقيمة السابقة بالإضافة للقيمة الحالية دي دبليو، نفس المبدأ استخدمناه مع درجات الحرارة. وهنا أنا البيتا تبدي بالبوينت 9، يعني هذه كقيمة منتشرة. في بعض الأحيان يسوون تعديل انه هذا التيرم يشيلونه فيبقون دي دبليو فقط، لكن هذا مو شائع. الطريقة الثانية بيسمونها الـ RMS Probe. الـ RMS Probe يستخدم أوبتمايزر هم يتحكم بالـ DW، لكن هنا يبقى الـ DW ويظهر قيمة يتقسم عليها. هذه القيمة موجودة هي إبسلون بالإضافة إلى هذا التيرم. إبسلون
10 ناقص 8، ويفضل انه تكون هذه القيمة ثابتة. يعني هو هاي بارامتر، لكن ما بالعادة الناس تميل الى تغيير. زين، اس دي دبليو كيف يحسب؟ ايضا متأثر بالقيمة السابقة نفس ما شفنا بالبي دي دبليو، لكن بهذا الترم هنا راح نشوف دي دبليو سكوير مو دي دبليو بحته. هذا بالنسبة ما يخص الار ام اس. اكو اوبتمايزر ايضا مهم اللي هو ادم شو يشتغل؟ انه يحسب، يدمج الفكرتين فيشوف يحسب البي دي دبليو، وايضا العفو هنا البي دي دبليو الانشالايز كلها صفر، وايضا يحسب الاس دي دبليو، معناته الفكرتين داخلات. وبعدين يسوي كوركشن، وبعد الكوركشن راح شو يسوي؟ يتم عملية حساب ال W. لو ننتبه هنا انه عندنا هنا هايبر بارامتر، وهنا ايضا عندنا تو هايبر بارامتر اللي هي بيتا 1 بيتا 2. زين، لكن بالعادة رغم انه هنا عندنا ثلاثة هايبر بارامتر، لكن بالعادة انه تفضل انه هذه هي القيم ما تغير. من اجت كلمة آدم من مجموعة هذه الكلمات. إذا هسه عندنا 3 أوبتمايزر اللي هم مومنتيوم، آر إم إس برو، وآدم. يعني رغم إنه أنا أميل إلى استخدام آدم، لكن ماكو قاعدة تقول لك هو أفضل أوبتمايزر. يعني واحدة من الأشياء الهايبر بارامتر اللي أنت تختار لازم تحدد يا أوبتمايزر في الموديل مالتك. أكو بهم يقولون لا، إحنا مو عندنا الـ W تساوي W السابقة ناقص ألفا دي W، وليش ما نتحكم بالليرنينج ريت؟ ليش؟ لأنه يعني يقولون إذا هو كان قليل فإنه التغيير راح يصير بطيء، وإذا كان سريع راح يصير عندنا فلاكتويشن وجود ما نوصل للسوشيال. ليش ما نختار حل دمج بيناتهم؟ إنه يكون بالبداية كبير وإنه بعدين يصغر على مود نوصل أسرع. معناته هذا لازم يتغير بتغيير الإي بوكس. زين كيف؟ عندك عدة طرق، هذه طريقة، هاي طريقة، وهاي طريقة، أو أكو طريقة المانوال إنه إحنا نعطي قيم، أو طريقة ديسنت ستير كيس اللي هو إنه في كل قيم رينج معين نختار قيمة للألفة كأنه درج يعني ينزل فيه. زين، هسه راح يجي سؤال إنه أنا شو جاي أشوف؟ واجد عندي إمكانيات للتغيير، لكن أدوخ. يعني يجوز شخص يقول أنا هذا الموضوع يعني يثير الصداع عندي، كيف أنا أمشي بيها؟ طيب هنا يقول لك انه انت تشتغل على 3 مراحل، اي بي سي. المرحله الاولى اللي هي انه تحاول تشتغل انه فقط تعدل على الليرنينج ريت ويشوف شو يطلع عندك، هل انه انت رايح بالخط الصحيح وما رايح، واللي هو هذا يعني تقريبا اسهل اسلوب ممكن تتحكم به، يعني اي شخص يقدر يتحكم به. الشخص الثاني يقول لك اذا ما فادك تعبر المرحله الثانيه اللي هي مرحله بي. مرحله بي مقسومه الى 3 مراحل. اول شيء تحاول الهيدن يونت نمبر، الهيدن الموجودة، يعني مثلا هذه اللاير إذا بيها 3 نوتس حاول تزيد. بعضهم يقول لك إنه أو العفو مو أنا عند إيه هذه تمشي عليها. طيب الشغلة الثانية إنه لا، تتحكم بالباش سايز، إنه أنت الباش سايز الزغرة يزيد عدد الباش سايز، كبره قل عدد الباش سايز. المرحلة الثالثة إنه تتحكم بالبيت. بالليفل 3 لا، انه نزيد عدد الهيدن لاير او نستخدم الليرنينج ريت دي كي، ومع ملاحظه انه اذا استخدمت ادم فيفضل انه يكونون هذول ثابتين. اذا هذه 3 مراحل بشكل تسلسلي انه تقوم باستراتيجيات التعديل اللي ممكن تقوم بها اثناء ما تسوي المشروع مالتك. كملاحظة ثانية، لو كان عندك 2 هايبر بارامتر وتريد تعدل عليهم، فلا تسوي عملية التعديل مالتك بشكل متساوي بيناتهم. يعني هذا القفزة مالتك اللي هنا تساوي القفزة اللي هنا، فهذا يسوونه نظام لجريد، هذا خطأ. حاول تسوي التغييرات اللي بالهايبر 1 والهايبر 2 بشكل عشوائي على مود تحصل إلى نقاط منتشرة، على مود تقدر توصل إلى الحل بشكل أفضل. فإذا أكو بهم يقولون إنه أوكي، يعني يجوز إحنا نقول هاي 3 نقاط هي كلها جيدة، يقول لك ما دام هاي 3 نقاط تحسها كلها جيدة، فأنت شو تسوي؟ تاخذ هذه الأريا، تاخذ نقاط أكثر بينية بيناتهم مثل ما نشوف هذا الرسم. إذا نحتاج نحدد الأريا اللي نتوقع بيها الهايبر بارامترز الفاليوز البتر،
وثم نقوم أيضا نقدر بأنه ناخذ النقاط الأكثر تباين بيناتهم. زين، شنو هسه فهمنا استراتيجيات مال الانتقال، شنو الرينجات اللي نغيرها؟ الرينجات لازم تلتزم بهذه القواعد. أول شيء إنه الهيدن يونت لازم تكون انتجر، يعني ما عندي 3.5 نيونز، ماكو هالشي. لازم مثلا 3 تصير 5 تصير 7، كلها انتجر. أيضا الهيدن لاير ما عندي طبقتين ونص، لازم 3 طبقات، 4 5 هكذا. إذا بالنسبة للهيدن يونت والهيدن لاير لازم يكونون انتجر، هذه هي القاعدة. أيضا بالهيدن لاير حاولنا نروح زايد بزيادة عدد الطبقات. نجي على الليرنينج ريت. هسه قلت لنا الدكتور انه نغير الليرنينج ريت، تمام. شنو الرينج؟ الرينج من 1 بالألف تقريبا للواحد، لكن القفزات ما تصير 1 مثلا بالألف نختار مثلا 100، لا هذا ما حش فرج التغيير. الأفضل من ما شاف شفت انه 1 بالألف ما يفيد، انتقل لل 1 بالمية، انتقل نوبة للبوينت واحد، نوبة ننتقل للواحد، هذا يفضل. زين، فهنا ايش راح ناخذ؟ مثلا ناخذ انه رينج الار اللي هو ناقص 0.4 في رقم غندم، فراح يصير الرقم الغندم مالتنا هو يتراوح من 0 لـ 4 الاس 4، تمام. وهذا نخليه للاس ار، للاس مالت العشرة، نطيل يعني ذات. بالنسبة للبيتا تتراوح من 0.9 لـ 0.999، لكن هنا راح نشوف 1 ناقص 10 اس ار، لانه احنا باتجاه يعني نحاول يختلف الاتجاه مالتنا، يعني إذا كان هنا عندنا صعود بالآر بالبيت نكون ننقص فيها. في بعض الأحيان يقولون ليش ما تضيف أنت هسه مثلا هذه نيو هيدن وان لير وهذه هيدن تو، ليش ما تضيف طبقة تسوي نورماليزيشن للهيدن وان؟ كيف تسوي نورماليزيشن؟ إنه أول شيء تحسب الويتات، تحسب معدل، تحسب الستاندرد ديفيشن مالتهم، والنوبة تقوم بهذه العملية عن موت، تسوي النورماليزيشن، وهذا البارامتر أيضا نضربه في هاي البارامتر الجديد عن موت نحسب الزت. راح نستخدم الزت اي ترانسفورم بدل الزت اي، وهذه الآن تستخدم بالوقت الحالي بالتنسر فلو. أكو طبقات مختصة بالنورماليزيشن. هسه نجي احنا للكلاسيفاير، استخدمنا فقط نوع واحد اللي هو اللوجيستيك، وقلنا اللوجيستيك يحتاج يصنف فقط 2 كلاسز. زين، اذا زادوا عن الاثنين بروح على شيء اسمه السوفت ماكس. مثلا اذا عندي 5 كلاس راح نستخدم سوفت ماكس فيها 5 امكانيات، 5 تراجات. زين، لما نكون هسه مثلا 4 مثل ما هذا المثال، راح نشوف عندنا واي 1 واي 2 واي 3 واي 4. زين، القيم الخارجة من عندهم شنو تمثل؟ تمثل احتمالية انه يكون الكلاس 1 هو مطابق للاكس، الواي 2 نشوف احتمالية الكلاس 2 مطابق للاكس. لذلك يشوفون انه هسه الان في تطبيقات الديب ليرنينج ما يعطيك شيء 100%، ليش؟ لان يعتمد على هذه الدالة اللي هي سوفت ماكس. زين، هذا كيف عمليات الحساب تصير بيها؟ عملية الحساب اللي تصير بيها هي بالطريقة التالية، انه قيم الزت اي اللي جاي عندنا مثل هذا المثال 5 2 ناقص 1 3، ناخذ لهم كل واحدة ناخذ لها اكسبونيشن، فراح تكون مثلا بهذه القيم. نجمع النواتج مالت الاكسبونيشن، راح يصير مثلا عندنا هذا الرقم، ونجي نقسم كل قيمة على المجموع، راح تطلع عندنا الاحتمالات. اكو بيهم يضيفون طبقة ثانية يسمونها الهاي ماكس، او العفو الماكس، فتقول لك ما دام هو هذا اعلى احتمال انا اقول هذا سي 1، لكن بالعادة هي هذه هي القيم اللي تخرج عندي. فخاف اشوفهم من التطبيقات مثلا يقول لك هذا الكلاس الفلاني بنسبة 70%، بنسبة 80%، ليش؟ لانه يستخدمون سوفت ماكس ريجريشن. زين، احنا ما دام قلنا هي اكتيفيشن فانكشن، فلازم يكون ببالنا انه لازم نعرف اللوس مالتها. كيف؟ اللوس مالتها ينحسب بهذه الطريقة، وبالتالي الكوست مالتها ينحسب بهذه الطريقة.
هسه يجي واحد يسأل سؤال اللي هو أنا أوكي اقتنعت بالديب ليرنينج وإمكانياته، أقدر أبدي، فلازم عندي بيئة عمل. زين، شنو أفضل بيئة عمل؟ صراحة إحنا يعني ماكو واحد يجاوب على هذا السؤال بجواب واضح، وإنما الجواب هو يقول لك إنه هسه بالوقت الحالي هذه هي بيئات العمل اللي موجودة. زين، أنا كيف أختار؟ لازم عندك معايير. شنو المعايير؟ لو لازم تختار بيئة عمل سهلة البرمجة، سريعة البرمجة، وشفتها مفتوحة المصدر عمود تقدر تقوم بالتعديلات. بالنسبة لي شخصيا أنا يعني بالوقت الحالي جاي أشتغل على تنسر فلو مع كيراس. أكو ناس اللي يستخدمون تورش، أيضا يعتبر منافس قوي فقاعد يستخدم بقوة. فالخيار يم الشخص المتدرب، هو اللي يختار شنو يريد وما يفهم مبادئ الديب ليرنينج. إذا لحد هنا فهمنا شنو البيئات العمل اللي متوفرة بالوقت الحالي وشنو المعايير اللي أنت تحتاجها لما تختار بيئة العمل المناسبة. مو عيب إنه تبدي في أي بيئة عمل إذا تشوف واحد إمكانية وتسوي بها برامج وتنجح بها، ثم تفكر بالانتقال لبيئة عمل ثانية. وشكرا جزيلا لكم، وهذه هي نهاية محاضرتنا اليوم.